وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن أن العراق يواجه تهديداً وجودياً يتمثل بشح المياه، مؤكداً العمل الجاد مع تركيا وإيران لضمان أمن العراق المائي والتوصل إلى أفضل السبل للإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية. وقال خلال مؤتمر بغداد 2 للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان أن فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافي والإقليمي إضافة إلى الدول الصديقة. وأعلن تبني نهجا منفتحا يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة، بما في ذلك إنشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الإقليمي مقابل مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكر المتطرف بجميع أشكاله. إخواني وأخواتي وأصدقائي، إن العراق يواجه تهديداً وجودياً بسبب شح المياه، وإننا عازمون على العمل الجاد مع جيراننا في الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لضمان أمننا المائي والتوصل إلى أفضل السبل للإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود ووصول حصتنا المائية وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية، وبما يساعد على دعم التعاون وتحقيق التنمية والاستقرار بالتوازي مع ذلك، فإننا بدأنا بأخذ الخطوات العملية لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة وإيقاف هدر المياه في الخزن والزراعة. أعزائي، نرى أن سلسلة المؤتمرات هذه هي بمثابة نافذة معززة لجهود توسيع التعاون الإقليمي، ومن هذا المنطلق ولرغبة العراق بالوصول إلى أقصى درجات التفاهم والتنسيق حول دعم عجلة التطوير والتنمية في المنطقة وإقامة أفضل الروابط والصلات مع دولها، نؤكد أن العراق متمسك ببناء علاقات تعاون وثيقة ومتوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد، وينشد سياسة التهدئة وخفض التوترات، وفي ذات الوقت يرفض التدخل بشؤونه الداخلية ومس سيادته أو الاعتداء على أراضيه.